فقرتنا الأخيرة. عم نشوف بالآونة الأخيرة عم نشوف فرق جوالي بالشوارع عم تنادي إلى أخذ اللقاح، طبعا بعد ما أعلنت وزارة الصحة عن انطلاق حملة التلقيح الوطنية ضد شلل الأطفال، ويلي رح تستمر ليوم الخميس بالمراكز الصحية ومثل ما قلت عبر الفرق الجوالة يلي عم نسمع ونشوفها بمعظم الأحياء بدمشق وأيضا بكل سوريا، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا. عن لقاحات الأطفال وأهميتها وخاصة لقاح شلل الأطفال، من ما لازم يأخذ اللقاح وشو تأثيراته الجانبية، ورح نحكي عنه بشكل موسع لنطمن الأهالي ونشوف قديش مهم أنه نحن كأهل نعطي أولادنا هذا اللقاح. رح نحكي أكثر مع الدكتور قصي الزير اختصاصي أمراض أطفال. صباح الخير دكتور. يسعد صباحكم. صباحك جميل مع هالجو اللطيف، وإن شاء الله هيك دائما أطفالنا كلهم بسمة وخير بهالفترة هاي إن شاء الله. يسعد صباحك دكتور. بالبداية خلينا نحكي عن أهمية هي الحملة المستمرة بشكل دائم أعلنتها وزارة الصحة حول شلل الأطفال، وقديش مهم فعلا ياخذ الولد هيدا اللقاح، لأنه في كثير من الأهالي بيقول لك أنا أخذته بالحقيقة لا عدم أخذه مرة ثانية، لا فينا ناخذه مرة واثنين ثلاثة، هذا لصحة الطفل جدا مهم. هلأ هناك استراتيجية في وزارة الصحة. نحن بنعرف أنه خلال الأزمة سوريا كانت سابقا خالية من مرض شلل الأطفال، صحيح. اجتنا حالات مستوردة من الإرهابيين اللي دخلوا الوطن من خلال عائلاتهم، فعدة حالات. فهذا الشيء هو وباء الشلل، إذا انتشر هو مشكلة كتير كبيرة على صحة أطفال وطننا. فهون وزارة الصحة أكيد تصدت لمرض شلل الأطفال بحملات لقاحات متكررة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والحمد لله استطاعت أنه وقف انتشار المرض بسوريا وحد منه، وسوريا منطمن الأخوة المواطنين خالية من مرض شلل الأطفال. شلل الأطفال يعني بالعموم هو مرض إذا أصيب فيه الأطفال الطفل ممكن يخلي عنده أعراض واختلاطات شللية دائمة طول الحياة، إذن هو مرض خطير على حياة الطفل، لذلك العالم كله بحاول يحد من انتشاره ويحاول يعني يصل إلى لحظة أنه العالم خالي من مرض شلل الأطفال. أكثر نحن مشاكلنا مع الدول اللي بتصدر بعض الأحيان الإرهابيين، كان سابقا بتعرفي بسوريا مرت على هالإرهابيين، صحيح. فكانوا يجوا من أفغانستان وباكستان وهالدول هاي اللي هي بالعموم هي كمان مصدر لهالإنتان شلل الأطفال. هلأ حملات الشلل اللي عم تقومها وزارة الصحة هي حملات استراتيجية دائما نعمل ترصد، والحمد لله ما عنا، لكن حملات هي وقائية حتى ما نشوف ولا حالة أو تهرب منا حالة من حالات شلل الأطفال وتؤدي إلى وباء في الوطن في القطر. فنحن الحمد لله أول شيء بنقول نحن البلد خالي حاليا من مرض شلل الأطفال. اللقاحات الدولة استراتيجيا دائما الدولة تنظر بالمنظور العام، هذا الشيء الحملات هي شغلة وطنية رائعة جدا للحد من أي وجود إصابة من شلل الأطفال. فنحن بس نعطي أطفالنا اللقاح الفموي، هلأ عم نعطي هو ليس له أي اختلاطات أو مضاعفات. بالعموم كل دواء أو كل شيء ممكن نلاقي نسب بسيطة جدا من بعض الأعراض السريرية يلي ممكن نحن يعني نشوفها تكون شغلة سليمة مانا شغلة خطيرة، وعم نترصد مع بعض الحملات اللقاحات إذا ظهرت أي اختلاط عند أي طفل. كوزارة الصحة عم نترصد هالحالات هي ونشوفها إذا كان سبب اللقاح أو هناك مشاكل معينة. فإذا نحن ندعو كافة الأطفال
أو كافة الأهالي لإعطاء أطفالهم اللقاح حتى نقيهم من هالوباء أو هالمرض الخطير ما بنتمنى نشوفه ببلدنا الحبيب إن شاء الله يا رب. دكتور، في حالات استثنائية هي ما بصير تأخذ اللقاح؟ أكيد. هلأ نحن دائما الطفل المريض اللي عنده حالة إنتانية شديدة مع درجات حرارة فوق 38.5 هذا يفضل عدم أخذ اللقاح. يعني عنده حالة إنتانية شديدة ما بعطي، عنده ذات رئة، عنده التهاب سحايا، عنده ما بعطي بهي الفترة اللي هو بيعاني منها، ولا يؤجل ولا يلغى؟ حقيقة نحن ضمن استراتيجية دولة وطن، عندنا مناطق ريفية كتير وعندنا مناطق لحد الآن تحت سيطرة المسلحين الإرهابيين، فنحن هون مشاكلنا مع هالمناطق هي يلي ممكن نحن سوريا مفتوحة لأبناء كلياتهم، فممكن يحملوا من هالمناطق هي أو يجيبوا لنا عدوى ويدخلوها على مناطقنا. يعني هي سوريا واحدة بس يجوا على مناطق سليمة فممكن يعملوا عدوى، فنحن استراتيجيتنا لكل سوريا. فإذا والحملة حلاوتها اللي بياخد الطفل بس ياخد اللقاح بصير هو مصدر أعطاء للآخرين الفيروس، فبصير كمان أنت بتاخدي مناعة وأخوه بياخد مناعة والتاني بياخد مناعة، هي نشر المناعة ضمن المجتمع. يعني اللي بس أخذ الطفل هو نشر من خلاله المناعة للآخرين، فإذا بتصير مناعة مجتمعية نحن بنسميها. هي شغلة. إذا الطفل اللي عنده إنتانات شديدة ما بنعطي، الطفل اللي عم ياخد كورتيزون بالعموم لكل اللقاحات، خلينا نحكي مو بس للقاح الشلل وبالحملة، كافة اللقاحات أي لقاح إذا بدي أعطيه للطفل طبيب الحكيم هو اللي بيقدر الحالة الصحية تبعه. فإذا الطفل إذا كان مريض نحن بالعموم إذا قال لي هذا إذا عنده حرارته 38.5 وعنده ذات رئة وعنده اضطرابات صحية شديدة هذا ما بعطيه اللقاح. اللي عنده لا سمح الله مرض سل، اللي عنده اضطرابات مناعية يعني عنده مرض معين عم يأثر على الجهاز المناعي وعم يتعالج فيه، فهذا كمان أنا يعني بده قرار الطبيب الأطفال الحكيم يعني عم يتابعه هل هذا الطفل مناعته تستطيع أخذ هذا اللقاح، لأنه النقط هو عبارة عن فيروس مضعف، فممكن أنه إذا كان عنده ضعف مناعة يتنشط أو يعمل بعض الإشكالات. إذا الطفل عم يأخذ كورتيزون لأسباب معينة كمان يفضل عدم أخذ اللقاح. اللي عنده قلت لك أمراض غراء وأمراض لا سمح الله سرطانية وأمراض مناعية هدول أكيد يعني في حالات طبية الطبيب هو اللي بيتابع الحالة وبيقول هذا الطفل ما لازم ياخذ هالبرنامج من اللقاحات، بنحدد لهم برنامج خاص من اللقاحات حتى كمان نعطي المناعة لبعض الأمراض اللي ممكن إنه هذا الطفل إنه ياخذها. دكتور ذكرت يمكن بما إنه عم نحكي عن اللقاح جميع اللقاحات ضمن حديثك أهمية أخذ كل اللقاحات للطفل اليوم، مثل ما قلنا نحن كنا في حالة حرب 10 سنوات من الحرب في بعض المناطق كانت تحت سيطرة المسلحين ورجعت لأرض الوطن، لتم مثلا بعض الأطفال ما أخذوا صحيح. اللقاح بالرضع فينا نقول كبر شوي، كيف بيتم تعويض اللقاح بهي الحالة؟ تمام. هلأ دائما الطفل لازم يأخذ لقاحات اللقاحات بالعموم برنامج اللقاحات يلي موضوع بوزارة الصحة هو برنامج يقي من أمراض خطيرة صحيح. نتمنى أنه المجتمع عندنا ما نشوفه حقيقة بالممارسة العملية للمهنة من خلال المشافي ومن خلال عياداتنا الخاصة هالأمراض فيك تقولي الحمد لله بسوريا يعني مع كل هالأزمة اللي صار لها 10 سنين استمرت 10 سنين سوريا كدولة كوزارة صحة استطاعت أن تستمر ببرامج اللقاحات تبعها على كافة أراضي الوطن، حتى بالمناطق اللي كان فيها موجود المسلحين كانوا يلاقوا وسيلة أو طريقة حتى الدخول، لكن المسلحين بآلية معينة أو بعقل متخلف كان يمنعوا الأطفال يأخذوا اللقاحات، لكن كانت الدولة تسعى
ولحد الآن تسعى للوصول لأي طفل لو كان بأي منطقة بسوريا، وهذا الشيء ضمن برامجنا وضمن الدولة يعني حقيقة ما عم جامل، هي شغلة كتير رائعة. هلأ الطفل ممكن كتير أطفال مثل ما تفضلتي ما أخذوا البرنامج اللقاحات بالشكل السليم، أو ممكن ما أخذوا ولا لقاح، فنحن بتجي الأم بتراجع أي مركز طبي تابع لوزارة الصحة بأي مكان، وممكن تقول إنه هذا الطفل ما أخذ اللقاح بهال يعني عمره مثلا سنتين، وأنا ابني لحد الآن مو أخذ ولا لقاح. هون نحن كمراكز صحية وحتى كأطباء أطفال نأخذ بكلام الأم ومنحدد برنامج للقاحات ومنعطي، يعني مو إنه خلص راح وقته وما بقى نعطي اللقاحات، لا، لازم ياخذ الطفل اللقاحات ومننظم له برنامج يناسب عمره ويناسب الوقت مشان نحصنه من هالأمراض الخطيرة يلي بيستفيد منها من خلال اللقاحات. في أطفال مثلا بتقلك لهم والله هو أخذ لقاح أو لقاحين وما كملت، طيب أعطينا البطاقة، ما بتذكر ما بتذكر. هلأ هون بقى نحن بحكمة طبيب الأطفال ممكن يقول إنه أخذ إيمت أخذه، أخذه ببداية أول ولادته، منعرف شو بتعطي المراكز الصحية عند الولادة، وأخذ بعد شهر منعرف شو أخذ، ومن ثم منكمل البرنامج. لو تأخر عنه قطعوا هالفترة هاي، هذا الشيء نحن ناخذ بعين الاعتبار، لكن منكمل برنامج اللقاحات بالشكل السليم حتى كمان يقي الطفل. يعني إذا كان ناقص منكمله، وإذا كان ما بتذكروا بنوب قالت لك والله ما بتذكر شو آخذ وإجوا بعمر معين، منعتبر صفر ومنرد منبلش ببرنامج لقاحات خاص لكل طفل، مننظم له إياه ومنعطيه اللقاحات بشكل يعني يفيد صحة الطفل ويناسب عمر الطفل. ممكن يجي لي طفل عمره 6 سنوات بيختلف لقاحه عن طفل عمره 4 سنوات أو 3 سنوات، فإذا دون عمر 6 سنوات لهم برامج معينة، وفوق عمر 5 ل 6 سنوات لهم برامج باللقاحات بيحددها طبيب الأطفال أو المركز الصحي. ولازم نناشد نحن كافة الأهالي أنه لازم الطفل يأخذ لقاحاته، يعني لا يأخذ المناعة لبعض الأمراض مثل الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف والسعال الديكي والكوزاز والإتش آي بي، ضروري يأخذهم هدول الطفل والسل من خلال برامج وزارة الصحة يلي موجودة لكل أطفال سوريا. نعم دكتور قصي، قبل ما نختم خلينا نحكي مثلا كتير في إمهات عفوا مع لقاح شلل الأطفال بيصعب إنه في عنده لقاح نفس يعني بنوع تاني إن كان سل إن كان حصبة إلى آخره. تمام. في تعارض بين اللقاحين بده يكون أكيد رح يكون تحت إشراف طبيب، ولكن ممكن في كثير من الأهالي ما باستطاعتها تسأل دكتور. تمام. أو تتوجه إلى طبيب. قديش لازم المدة الزمنية بين اللقاح واللقاح، وإذا ولا بد في هلأ وقت للقاحين سوا هو شلل الأطفال ونوع تاني بصير ولا لا؟ هلا نحكي بالأمور العلمية، ما بين اللقاح واللقاح لازم أقل شيء 4 أسابيع. يعني لحتى أنا نشط المناعة للقاح اللي أخذته وللقاح اللي بدي أخذه لازم يكون الفرق 4 أسابيع. لكن ضمن الحملات الاستراتيجية تبع للدولة، بغض النظر عن شو أخذ الطفل لقاح أو شو عنده موعد لقاح، بس نعمل حملة نتغاضى عن هالفترة هي الزمنية حتى ننشط لقاح الشلل. يعني ممكن بيصير في خلط بين اللقاحات حقيقة بالجهاز المناعي، لكن هذا الخلط ما بيأثر سلبا على صحة الطفل، لكن ممكن الجهاز المناعي شوي يعني يعطي آلية معينة حتى يأخذ المناعة الحقيقية من هالشي هذا. فما نأخذ أي أهم من هالشي، لكن لازم يكون ما بين اللقاح واللقاح 4 أسابيع. هلأ حقيقة نحن كتير منشوف التهرب من اللقاحات. نحن يعني منناشد الأهالي، الدولة هي الأم تبعنا، فأكيد الاستراتيجية العامة للأطفال هي أساسية، دائما الأب
أو الأم تنظر إلى الأطفال بنفس السوية. ممكن الطفل يكون مشاكس شوي، الثاني مشاكس، بتحاول تضبهم ضمن خيمة المنزل أو ضمن خيمة الوطن. فنحن بنتمنى أنه يعني يساعدونا لنشر هاللقاح بفترة الحملات حتى ننشر الفيروس بالمجتمع ويعطي المناعة المجتمعية حتى نقي البلد من هالفيروس هذا. يعني نحن في عنا بالدول المجاورة مصر مثلا ضمن دراسات الفيروس موجود، السودان موجود، اليمن موجود. فنحن في يعني سفر بين هالدول هاي، فنحن منخاف يجينا هالفيروس على سوريا من خلال أحد المسافرين، وممكن أنه يعملنا لو حالة مرضية واحدة منخاف أنه تعمل وباء وتنتشر بين المجتمع الموجود. هلأ كمان بدي نوه أنه اللي عنده بالبيت طفل مثلا، أنا ابني بده يأخذ لقاح، بس عندي طفل آخر عنده نقص مناعة شديد أو عنده لا سمح الله سرطان وعم يتعالج بأدوية مثبطة للمناعة، ما بعطي ابني اللقاح لأنه رح ينشر المرض لأخوه، ممكن يؤثر عليه. فكمان هي كمان ملاحظة. إذا كان في عندي حدا ناقص المناعة بشدة في المنزل، ما بفضل أنه الطفل يأخذ اللقاح لأنه ممكن يؤثر على الآخر. أكيد الحملات بتقوم فيها الممرضات ضمن مثل ما تفضلتي بالشوارع ولا ضمن أماكن السكنية، بيزوروا الأماكن السكنية. لكن إذا كان عنده الواحد مثل ما حكينا من مضادات الاستضباب اللي حكيناها، بيقول للممرضة إذا يعني وما يعطي ابنه. أما إذا ما عنده مضادات الاستضباب ما له أي ضرر. ممكن بعض الأحيان يعمل شوية حرارة، ممكن إذا كان عنده إسهالات شديدة ما يعطي فعالية ويزيد الإسهالات. يعني هدول إذا الأهل بيعرفوا ابنهم هيك لا يفضل اعطاء اللقاح. بدنا نشكرك اكيد الدكتور قصي الزير على وجودك معنا، ونتمنى من الكل مثل ما قلت التوجه لاخذ اللقاح لكل الاطفال، وهي نقطه كثير مهمه اشرت الى خلال حديثك. وزاره الصحه السوريه رغم كل الظروف اللي عشناها تعطي جميع اللقاحات للاطفال ومجانا عبر مراكزها الصحيه. شكرا كثير. شكرا لك، وان شاء الله دائما نشوف اطفالنا سليمين من هالامراض. وبرد من خلال شاشتكم الكريمة، اللقاح هو جدا مهم للطفل لصحته. وزارة الصحة أنا بعتبرها مو لأنه وزارتي بس، لكن تعمل بشكل خلية عمل حتى نقي أطفالنا من أمراض نتمنى أنه ما نشوفها عند أطفالنا، ونشوف دائما بسمة أطفالنا هي بسمة السعادة بالمنزل وللوطن بمستقبل جميل. وشكرا لصباحكم الجميل. مرسي لصباحك الحلو ولكلماتك الرائعة، وإن شاء الله يومك وأيامك كلها حلوة وسعيدة. شكرا كثير لك دكتور قصي. صباحك ورد. صباحك حلو.